أمطار رعدية متوقعة في بعض مناطق شمال شرق المملكة، وأجواء باردة في مناطق أخرى، ودرجات حرارة منخفضة للغاية في منطقة تبوك. المزيد من التفاصيل في النشرة الجوية الأسبوعية بعد هذا الفاصل. من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر بعض مناطق المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، خاصة في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، تنتج عنها هطولات لأمطار رعدية. يوم الأحد تتوقع بمشيئة الله تعالى أن تسود أجواء مستقرة في العاصمة الرياض والمناطق الشرقية من المملكة، وسط درجات حرارة تقريبا أعلى من المعدلات المعتادة بقليل. أمطار رعدية مرتقبة في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، تشمل حفر الباطن ولاحقا تدخل الكويت، وأجزاء من شمال المملكة الأجواء بها تكون مستقرة، بالإضافة للمناطق الغربية. بعض التخريج البحرية بعيدة في البحر متوقعة في منتصف البحر الأحمر، ودرجات حرارة تكون في جدة 31 درجة مئوية، وتكون 20 درجة مئوية في جبال جنوب غربي المملكة. يوم الاثنين يتوقع اشتداد الحالة الماطرة في الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، أمطار رعدية مرتقبة في تلك المناطق قد تؤدي إلى تشكل حتى السيول في المناطق الحدودية مع الكويت. أما باقي مناطق فالأجواء تكون إجمالا مستقرة مع ظهور لكميات من السحب والغيوم. هناك فرص ضعيفة لبعض الأمطار قد تطال جدا نتيجة تخريج بحرية في البحر الأحمر، وأمطار رعدية في أجزاء محدودة في جبال جنوب غربي المملكة. يتقدم منخفض جوي قوي في بلاد الشام باتجاه مناطق شمال غرب المملكة، يؤدي إلى هبوب رياح شديدة في المناطق الشمالية الغربية للمملكة، يؤدي ذلك أيضا إلى حدوث عواصف رملية في تلك المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية مع تشكل الصقيع في عموم المناطق الشمالية من المملكة، بل وتصل إلى أقل من الصفر المئوي فوق جبال تبوك. درجات الحرارة تكون في المنطقة الشمالية في ساعة النهار 19 درجة مئوية، لكن ليلا 4 درجات، في تبوك حوالي 16 نارا ليلا 4 درجات مئوية، 30 إلى 20 في جدة، 20 إلى 11 في جبال جنوب غرب المملكة، 27 إلى 21 درجة مئوية في الرياض، و 28 درجة مئوية إلى 20 في المنطقة الشرقية والدمام. يوم الثلاثاء تستقر الأجواء في المنطقة الشمالية الشرقية، لكن تهب رياح نشطة على عموم المناطق الوسطى والجنوبية، تكون مثيرة للغبار، وسط تراجع لافت في درجات الحرارة في أغلب المناطق، لتهبط مثلا في العاصمة الرياض إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وليلا تكون حوالي 15 درجة مئوية، 5 درجات ليلا في المنطقة الشمالية، وأجواء باردة للغاية مع تشكل الصقيع في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية من المملكة، ودرجات حرارة تكون قريبة الصفر المئوي في ساعات الليل في بعض المناطق، 13 إلى 7 درجات مئوية في تبوك، و 26 إلى 16 في المنطقة الشرقية، وأيضا تكون في جدة من 29 إلى 21 درجة مئوية، و 18 إلى 10 درجات مئوية في جبال جنوب غربي المملكة. يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تكون الأجواء أيضا المزيد من انخفاض درجات الحرارة، لكن الطقس مستقر، الأجواء تكون مشمسة في أغلب المناطق مع تراجع في درجات الحرارة، الطقس يميل للبرودة حتى في ساعات النهار، مثلا في العاصمة الرياض تكون العظمى 20 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 14، تكون 30 إلى 22 درجة مئوية في جدة، 23 إلى 15 في المنطقة الشرقية، وتراجع واضح على درجات الحرارة، 17 إلى 6 درجات مئوية في المنطقة الشمالية، 16 إلى 6 في تبوك، و 20 إلى 10 درجات مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. يوم الخميس يتوقع أن لا يحدث تغيير هام على درجات حرارة سوى ظهور لبعض السحب والغيوم في مناطق مختلفة من المملكة، ويوم الجمعة يتوقع أن لا يحدث تغيير أيضا هام على الأجواء مع استمرار ظهور بعض السحب والغيوم. كما نراقب هنا في مركز طقس العرب احتمالية تطور حالة جوية ماطرة على مناطق الخليج عموما بعيد 25 من شهر كانون أول ديسمبر لهذا العام. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.